بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وبعد. فمرحبا وسهلا بكم أيها الشباب في هذا اللقاء الذي نعقده لقراءة كتاب من الكتب التي تلقتها الأمة بالقبول. إنه كتاب ماتع في بابه، عمدة في مجاله. أقول مرة أخرى، إنه كتاب ماتع في بابه، عمدة في مجاله. إنه كتاب الأربعين لمولانا الإمام العجلوني، وهو كتاب في باب من حفظ لأمتي 40 حديثا كتبه الله أو بعثه الله يوم القيامة من العلماء. وهذا الباب أيها الأحباب اجتهد العلماء فيه اجتهادا كبيرا، فالذين جمعوا للمسلمين 40 حديثا في 40ات لا تكاد تحصى، علماء كثر، أئمة أجلاء أكابر. أول من جمع 40 حديثا هو مولانا عبد الله بن المبارك، وجاء من بعده طوفان من الأئمة، جمع لا يكادون يحصون. فهذا جمع 40 حديثا في أصول الدين وقواعده، وهو الإمام من؟ النووي، يحيى ابن شرف النووي. وهذا جمع كتابا في الصيام، وهذا جمع 40 في الصيام، وهذا جمع 40 في الصلاة، وهذا جمع 40 حديثا في محاسن الأخلاق، وبعضهم جمع 40 حديثا في التصوف، وبعضهم جمع 40 حديثا في فضائل المدينة المنورة مثلا. ها، كل جمع 40 في عملا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان في الحديث في سنده مقال، إلا أن كثرة طرق الحديث يقوي بعضها إيش؟ قوي بعضها بعضا. والعلماء عملوا على هذا وجمعوا 40 حديثا. المفاجأة والطريف في هذا الكتاب الذي بين أيدينا، الذي يميزه، الذي، هل تفهمونني يا شباب؟ تفهمون؟ لا أريد قليل قليل، تفهمون؟ ما يميزه، ما إيش يا بنات؟ ها أسمعوني، ما يميز 40 العجلونية، ما يميزها؟ ما الذي يميزها؟ ما الذي يميزها؟ أنا سأذكر لكم الآن ميزتها، تفهمون؟ الأربعين النووية والأربعين العجلونية في منهج التدريس يحفظها العلماء لطلابهم في الشام، يحفظها العلماء لطلابهم فين؟ في الشام. الأربعين النووية جمعت قواعد الدين الكبرى، قواعد الدين. الأربعين العجلونية ما هي ميزتها؟ اكتب. الأربعين العجلونية عبارة عن 40 حديثا، عبارة عن 40 حديثا من 40 مسندا من مسانيد الكتب السنة، 40 حديثا من 40 مسندا، 40 حديثا من 40 مسندا. يعني كيف يعني 40 حديثا من 40 مسندا؟ يا أخي أنت يعني انتبه انتبه، أنا أريد أن أسمع منكم العبارة التي أمليتكم إياها. ما هي العبارة؟ عبارة عن 40 حديثا. كيف يا شيخ أحمد 40 حديثا من 40 مسندا؟ كيف يعني؟ الإمام العجلوني هذا من المتأخرين أم من المتقدمين؟ من المتأخرين جدا. ها، 62 و200 و1000، توفي في القرن 13 الهجري، يعني متأخر جدا، صحيح؟ هذا العهد المتأخر، ليس المتقدم أيام التابعين وتابع التابعين، لا لا لا، العهد المتأخر. لاحظ الإمام العجلوني أن همم الطلاب قد ضعفت، والطلاب الحديث هممهم ضعيفة، كما أنتم وكما نحن الآن. الموعد 11 لا يأتون إلا عند 12، بجم كلهم بجم. هذا شيء عجيب والله، طلاب هممهم ماذا؟ ضعفت. فماذا فعل الإمام العجلوني؟ ماذا فعل؟ جمع 40 كتابا من كتب السنة، 40 كتابا من كتب السنة، البخاري ومسلم والنسائي والترمذي وابن ماجه ومسند أحمد ومسند الدارقطني، كم كتاب؟
وأخذ من كل كتاب من الأربعين الحديث الأول. صوت ماذا هذا؟ صوت البقرة الحلوب. وصوت البقرة الحلوب دليل الفهم، دليل ماذا؟ يعني أني فهمت. يعني إيش فهمت؟ جميل يا مشايخ. فالأربعين العجلونية كيف هي حديث، كيف هي أربعين حديثا من أربعين مسندا؟ كيف؟ لأن الناس هممهم قد إيش ضعف. فأنت الآن سترى في الأربعين حديثا النووي العجلونية هذه الحديث الأول أول حديث في صحيح، والحديث الثاني أول حديث في صحيح مسلم، والحديث الثالث أول حديث في صحيح كذا وكذا وكذا إلى أربعين كتابا، إلى أربعين. ما هي الفائدة من هذا الأمر؟ لماذا فعل هذا مولانا الإمام العجلوني؟ ما هي الفائدة؟ الفائدة يا شباب، واحد، ها، أنك تسمع عن كتب في السنة لم تكن تعرفها، لم تكن تعرفها. وأنتم ستفاجئون الآن مثلا أنه يقول الحديث الأول في مسند الشافعي. هل الشافعي مسند؟ هل الشافعي مسند؟ نعم. هل رأيتموه؟ هل سمعتم عنه قبل الآن؟ لا. هكذا يفعل الإمام العجلوني، يقول لك الحديث الأول من مسند ابن عربي الحاتمي الصوفي الطائي. هل ابن عربي مسند؟ هل له مسند؟ نعم. هل رأيتموه قبل الآن؟ هل سمعتم عنه قبل اليوم؟ لا. هذه الفائدة الأولى، أن يسمع الطالب، اكتب الفائدة الأولى، أن يسمع الطالب عن كتب السنة التي لم يسمع عنها من قبل، التي لم يسمع عنها من قبل. وهذه هي الفائدة الأولى بالضرورة، الفائدة، لأن الأربعين العجلونية يا شباب أربعين حديثا من أربعين، من أربعين إيش؟ مسندا، من أربعين مسند من مسانيد السنة. فهمتم؟ فأنت ستسمع الآن عن مسانيد عجيبة لم تسمع عنها من قبل، لم ترها. والطالب المجد المجتهد الذي يسمع عن هذا الكتاب فيبحث عنه في البي دي اف، في الأسواق، في الكتب، في المطابع، في أي مكان، المهم أن تكتحل عينه بمرأة هذه الكتب الجليلة. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية عجيبة يا جماعة، اكتب الفائدة الثانية، إذا أجاز، إذا إيش؟ أجاز الشيخ طلابه بالأربعين العجلونية، إذا أجاز الشيخ طلابه بالأربعين العجلونية فإنها إجازة في أربعين كتابا. الله 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 الله، أربعين كتابا في مجلس واحد. نعم. في كم كتاب؟ أربعين كتابا في مجلس واحد بالضبط. لماذا؟ لأنك ستسمع من الأربعين كتابا الحديثة الأول منها، فيقول لك الشيخ أجزتك بالكتاب الفلاني الحديث الأول سماعا وباقي الكتاب إجازة، وباقي الكتاب إجازة. فالإجازة في الأربعين العجلونية ليست إجازة في أربعين، في أربعين حديثا، لا، إنما هي إجازة في إيش؟ في أربعين مسندا من مسانيد السنة. تخيلوا هذه الفائدة العظيمة، الفائدة العظيمة. ولماذا فعل هذا مولانا الإمام العجلوني؟ لأن الطلاب قد ضعفت هممهم، صحيح؟ فكيف تروي عني صحيح البخاري ولم تسمع مني إلا الحديث الأول منه، صحيح؟ أما أنا فلا أجيز طالبا يروي عني البخاري دون أن يسمعه كله. هل فهمتم الفوائد يا مشايخ؟ الأربعين العجلونية هذه أربعين حديثا من أربعين، من أربعين مسندا، من أربعين مسندا. وهذا له فائدتين، الفائدة الأولى أن يسمع، أيوة أحسن، الطالب عن كتب ومسانيد لم يسمع عنها من قبل. وأنا سأعطيكم، بل أعطيتكم نماذج فعلا،
وهنا نماذج كثيرة تقولون الله أكبر، هل له هذا مسند؟ نعم هذا له مسند. جميل. والفائدة الثانية، إذا أجيز الطالب في الأربعين العجلونية فإنه في أربعين كتابا، في أربعين كتابا. مولانا الإمام العجلوني له مؤلفات كثيرة جدا في الأسواق، منها بل من أطرفها، من إيش؟ من أجمل كتب الإمام العجلوني كتاب اسمه، اكتب اسمه، اسمه كشف الخفا، كشف الخفا ومزيل الإلباس، كشف الخفا ومزيل الإلباس فيما اشتهر من الحديث على ألسنة الناس. كشف الخفا ومزيل الإلباس فيما اشتهر من الحديث على ألسنة الناس. وهذه الأرب كتبتم اسمه في مجلدين، هذا الكتاب في مجلدين ومطبوع ويعني مشهور جدا في الأسواق. ما اسمه يا شباب؟ أسمعوني. عن الحديث في على ألسنة الإيش؟ الناس. يعني مثلا الجنة تحت أقدام ها الأمهات، هل هذا حديث؟ حديث هذا مشهور، هذا مشهور عندكم في أندونيسيا، مشهور جدا. هذا ليس حديثا. من الذي يكشف هذا الخفاء عن هذه الأحاديث الشهيرة؟ الإمام العجلوني في كتاب من مجلدين مثل هذا. واضح؟ طيب الآن يا مشايخ، هذا الجزء الحديثي اسمه ماذا؟ اسمه عقد الجوهر الثمين، هكذا مكتوب عندكم. اسمه ماذا؟ عقد الجوهر الثمين في أربعين حديثا من أحاديث سيد المرسلين. وهي أحاديث فقط أم أنها مطالع كتب مسندة؟ مطالع كتب. من كل مسند الحديث الأول، فإن أخذت فيها إجازة تكون أجزت في كم كتاب؟ شيء عجيب صحيح، هذا طرافة في العلم. هيا بنا إذن إلى الحديث الأول، إلى الحديث الأول، وستسمعون إن شاء الله الأربعين العجلونية كلها في هذا المجلس، في مجلس واحد في هذا المكان المبارك. أنتم معكم النسخ يا شباب؟ جميعكم معكم النسخ؟ تعالوا لنبدأ. أقول بسم الله الرحمن الرحيم وبالأسانيد المتصلة إلى مولانا الإمام العجلوني قال: الكتاب الأول. ها معكم؟ الكتاب الأول صحيح الإمام البخاري. قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري عليه رحمة الكريم الباري في أول صحيحه، في أول صحيح. الآن فهمتم صحيح؟ في أول صحيحه قال: بسم الله الرحمن الرحيم. باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقول الله عز وجل: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وبالسند إليه قال: حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال: أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على المنبر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وأما الحديث تاما فهو: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وبالسند إليه قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن أمنا عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أن الحارث بن هشام رضي الله تعالى عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشد علي فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال. وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. قالت أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها: ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا. كم حديثا أخذ من أول البخاري؟ ثلاثة أم اثنان؟ حديثين. اقترب إلى الأمام، اقترب حتى يجلسون، اقترب. كم حديثا أخذ من أول البخاري؟ حديثين، إنما الأعمال بالنيات وحديث بدء الوحي وحديث. لماذا فعل هذا الإمام العجلوني؟ ألم يكن قد قال أني سأخذ من كل كتاب إيش؟ حديثا واحدا. لأن حديث إنما الأعمال بالنيات كأنه مطلع كتاب الأربعين العجلونية، كأنه إيش؟ كأنه مطلعها. إنما هذا حديث قاسم مشترك بين الكتب كلها، كل الكتب تخرج إنما الحديث إنما الأعمال، فجاءنا بحديث عبد الله بن يوسف هذا. فهمتم يا شباب؟ هذا الكتاب الأول، وإن كان فيه حديثين إلا أنه الكتاب الأول، وهو سيذكر أربعين كتابا، سيذكر. هل فهمتم؟ هيا معي انظروا في الكتاب الثاني. قال: الكتاب الثاني صحيح. قال الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى في أول حديث صحيحه بعد خطبته الطويلة المشتملة على أحاديث جليلة، قال: كتاب إيش؟ كتاب الإيمان. وبالسند إليه قال: حدثنا أبو خيسمة زهير بن حرب قال: حدثنا وكيع عن كهمس عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر. حاء، ما معنى حاء يا شباب؟ حول الإسناد، أحسنتم. وحول الإسناد قال: وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري، وهذا حديثه. قال: حدثنا أبي قال: حدثنا كهمس عن ابن بريدة عن يحيى بن يعمر قال: كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني، فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا: لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر. فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما داخلا قال: فاكتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله. قال: فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت: أبا عبد الرحمن، إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، وذكر من شأنهم وأنهم يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف. فقال: إذا لقيت أولئك فاخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. تفهمون يا شباب؟ تفهمون؟ قال: ثم قال: حدثني أبي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبته إلى ركبته ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد. قال: فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال: ثم انطلق فلبست مليا، ثم قال لي: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، وذكر الحديث من طرق أخرى بروايات مختلفة. الآن أخذنا أول أو مطلع البخاري ومطلع صحيح مسلم.
جميل يا مشايخ، فهمت من الميزه في الاربعين العجلونيه؟ كانه يعطيك اطراف الكتب، الكتب الاربعين، ليس كتابا واحدا انما الاطراف. ولكن حديث الايمان بالقدر هذا يا شباب، هذا والله حديث عظيم جدا من اسس الدين وقواعده، حديث جبريل. يجب ان يؤمن الانسان بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، كما جاء عند العلماء. جميل يا مشايخ.